فريق الحياة فم تحول المدينة حفوز من ولاية القيروان، وين زرنا ورشة لتصليح الدراجات النارية. يظن البعض اللي المهنة هذه تعتمد أساساً على البصر، لكن عم شكري كان الاستثناء. شكري بحروني من معتمدية حفوز من مواليد 66، كفيف من عام 1982 صلح في المطارات. أول ما بديت صلح في المطارات كفت عيني عام 1992 وانا عندي زوج صغار وقت ذاك، فما جاني تونسيون قوية في عيني كفت عيني مع شوف فلاس، لكن بقيت حكايتي يمكن خمس سنين من سنين أخت وقت ذاك حابس، معناتها تلزيت ياسر وقت ذاك ما ودروك مزمرة والأمور مش قد بعض. من بعد خممت بديت نخمم في مخي وبديت كذا، لقيت اللي الدنيا زي الواحد اللي ما يسعاش وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. جاء حل بحذايا واحد جارنا لهنا يبيع في القطايع، جايب زوز صناع معاه، ثم نهار تلزوا الصناع مشوا بعدوا عليه، بقى واحد تلز جاء قال لي اني نقعد لبرا قدام الدار. قال لي شكري راهو تلزيت وراني هبط سلعه مش تمشي لي خساره وكذا، راهم هربوا علي. قلت له مدير عمار، عيطوا له عمار، عيطوا له مدير. قلت له مدير اجي نقول لك راني نقدر باش نصلح، اما الجماعه راهم يخافوا مني. يقول له شكري ما يشوفش معناتها يجبدوا روحه. قلت له نجرب، اقبل الخدمه وتونا نقدها في الدار. قال لي ما يساش، بديت بالطرف. بالطرف من بعد بديت كذا تويك يا سيدي نخدم الحمد لله يا رب. نعم انا قلت لك من عام 92 الحاسه نتاع العينين تبدلت لي في سبحان الله، ربي ردها لي في مخي بيدي، وكيف نفرع كيف نفرع الحاجه بيدي نعرفها شنو الديفو شنو، ولا كي يخدم تقبل بالفيس وبالكونوساتير. من بعد ردوه البوبيناج الكترونيك بالبوبيناج الكترونيك بالبلوك سي دي بالكاسيت بالكابتور، فهمت؟ بديت نتستي في روحي بالسيستم، هم يتستوا البوبيناج كي تحرق يتستوه بالاباري، شوفوه بالاباري وشوفوه منين تستي بالسيت، نحط في السين الخيط نعرف فيه كورون وشني وش يخرج الكورون تاع البوبينات، يخرج سبعه يخرج عشره يخرج 12، فهمت؟ نفر اذا البوبينه كيما نقولوا فيها كوب سيركوي معناتها تخرج لنا ثلاثه، حس الضوء معناتها يخرج في السن ضعيف، نعرف البوبينه اللي فيها ماس، كي يخرج قوي معناتها يسمى يجرحني في السن، فهمت؟ يطلع قوي في السن. غايظتني اللي علاش مش غايظتني؟ خاطر تو هاي معايا المراه نتاعي كذا تجي تعاودني تمد لي مفتاح تمد لي حاجه تمد لي رمبة، فهمت؟ كل شيء بداية أنا نعاون ونمشي معايا للسوق، هو اللي يقضي، هو اللي يخلص الضوء، هو اللي يخلص الماء، أنا ما نعرفش الحكاية هذيك خاطر ما نقراش، أنا مانيش نقاري، بارك الله عليه هو ذكي، هو يخطاني، هو لا نعرف دار الضوء ولا نعرف دار الماء، هو اللي يخلصهم، هو اللي يمشي معايا للمارشي يقضي، كل شيء هو الفلوس، كل شيء هو كل شيء. تمد لي ترمبة كل شيء ترمبة، كيما لقيتني تو مقفل قد ديما تنس دي، كي يظل ما نقعدو يظل هكا نعمل. وكان في حافوز حتى واحد ما ينجم يركبوا اي نوع نتاع ريون صورات ولكل ركبوا هنا، تصور مع تعاجلك شوف الريون جويد وفي نقب نتاع المايو جويدة من 36 كعب ركبوا في بلاصتهم وكسيهم الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.